تنظم جمعيتنا الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة ذكرى ديال 30 أغشت ذكرى اليوم العالمي لمناهضة ظاهرة الاختفاء القسري. كننظموا هذا الشيء بالتنسيق مع لجنة عائلات المختطفين مجهول المصير وضحايا الاختطاف في المغرب. هذه المناسبة هي من أجل الذاكرة ومن أجل أننا كنكونوا دائما حاضرين كمنظمة ديال المجتمع المدني، منظمة حقوقية ولجنة العائلات، باش نطالبوا من جديد أولا لاستكمال الحقيقة فيما يخص ملفات الاختفاء القسري اللي عرفها المغرب في سنوات الرصاص، اللي مع الأسف النتائج اللي كانت جزئية من طرف الهيئة الإنصاف والمصالحة. احنا في هذه المناسبة هي ذكرى كذلك وذاكرة تجاه الأمهات اللي فقدناهم، أمهات هؤلاء المختطفين العشرات اللي مشاو مع الأسف ومشاو بجروح وألام ودموع بلا ما يتعرفوا على المآل ديال الضحايا. هذه المناسبة كما قلت وهي كان تنويه لكل المناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك كل الشهداء، كل المختطفين اللي فقدناهم، اللي كان الغيرة ديالهم هي بلد حر وطن ديمقراطي اللي تسود فيه العدالة الاجتماعية. احنا غاديين في نفس الاتجاه من أجل بناء دولة الحق والقانون، ولكن هذا نداء بالمناسبة للدولة من أجل استكمال الحقيقة، جبر الأضرار، إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مركز وطني لضحايا التعذيب اللي هو من التوصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع الأسف 20 سنة من بعد لم يرى النور، وكذلك المطالبة بجبر الضرر الجماعي اللي كيهم المناطق اللي عرفت هذه الانتهاكات. هذه الذكرى ديال الاختفاء القسري كتذكرنا كذلك بأن الظاهرة ما زالت موجودة مع الأسف في عدد كبير من الدول وتفاقمت مع الحروب اللي حاضرة الآن. احنا بقوة وإرادة نعملوا جميع باش ان طي هذه الصفحه ديال الماضي وبناء كما قلت دوله الحق والقانون وان لا يتكرر المجرى. عائلات مازال ما شافت شيء، كلها الناس ديالها مازال ما شافت. هذا النشاط كنديروه بمناسبه اليوم العالمي للاختفاء القسري اللي هو كاين في 30 غشت، باش لفتوا الانتباه في هذا النهار. هو احتفاء في الحقيقة، ونزعم بأن الملف ديال المختطفين مجهولين المصير وديال المختفين قسرا مازال ما لقى الطريق ديالو ديال الحل. بالأكثر من هذا أن المجلس أن هذا العام كيجي في واحد الظروف اللي هي متميزة، أنه هذا العام الحكومة المغربية قدمت تقرير ديالها للجنة الأممية المكلفة بالاختفاء القسري، واللي الخلاصه اللي فيه انها بغات تسد هذا الملف، وان كتقول فيه ان كاع الملفات ديال الاختفاء القسري تقريبا تسواو الا جوج ملفات، والواقع عنيد ويفند هذا، حيت ان على الاقل 153 حاله اللي معترف بها الجروب دو ترافاي كونتر لا ديسباريسيون فورسي المجموعه الدوليه للاختفاء القسري كمختطفين مجهولي المصير في المغرب. والتقرير اللي دابا مراسل المغرب هذا كيقول يلاه جوج حالات اللي يبقاو، وكاين فيه بزاف المغالطات وبزاف التبريرات. دونك حنا كنثيروا الانتباه بان المغرب كيخسر الفلوس بزاف وكيدير الانرجي بزاف باش يلمع صورته في الخارج، بدل باش يبدا التحريات ويخدم خدمه ديال باش الحقيقه الى اخره، مشى لاتجاه اخر باش يلمع صورته في الخارج